مرحبا، اليوم رح نعمل مع بعض أكلة كتير بسيطة وسهلة بالفطر. بتصير للفطور أو العشاء شغلة كتير بسيطة وسهلة، ما بتاخد منكم وقت وطعمتها جدا جدا طيبة. بالبداية بدي نظف الفطر. تنظيف الفطر نحنا ما بنغسله، نحنا بنقشر هيك، بكون في عليه القشرة هيك الخارجية، بدنا نقشرها بالسكينة. مجرد انه تعملوه هيك شوية صغيرة بتلاقوها تقشرت معاكم بكل سهولة. شايفين كيف بيطلع تحت هاي الطبقة اللي هيك متوسخة بتكون من التراب، بيطلع تحت طبقة كتير بيضة. الفطر ما بينغسل، لأن الفطر إذا غسلتوه بصير مثل الإسفنجة، بيمتص المي، ولما بتطبخوه بيطلع بصير بدون طعمة. بصير لما بتطبخوه بتطلع منه هاي المي الكتير اللي امتصها وبصير بدون طعمة، فلازم يتقشر تقشير. فيكن تعملوه هيك بإيدكن شوي أو تعملوه بالسكينة اللي بيريحكن. طبعا هذا للفطر التازة، انتو اذا بدكم تستخدموا المعلب مجرد انكم تصفوه شوي وبصير جاهز. بس تقشروه بيكون في طبقة هيك كمان من فوق، ما بتتقشر هاي من الراس يعني، بتعملوه هيك بالسكينة شوي بتقصوه وبتشيلوه. إذا توسخ معاكم كمان الفطر الطبقة البيضة اللي تحت، ممكن تعمل يعني تمسحوه بالمنديل، بس لا تغسلوه بالمي. وهذا الأسود في عالم بيحبوا يشيلوه، في عالم يعني ما بياكلوه بيشيلوه هيك بالسكينة. فيكن تخلوه فيكن تشيلوه، شايفين كيف؟ رح أقطعه، بدي أقطعه هيك الشرايح، بس ما بدي اياهم يكونوا كتير رقاق، بدي اياهم شوي يكون في عندهم سماكة، لأنه هلا لما بدي أطبخه بده يدبل معي ويصير هيك شوي يعني صغير ويدبل، فيفضل يكون شوي سميك. بالنسبة للساق تبعية الفطر، فيكم بس تشيلوا المكان اللي بتوسخ وتقشروه هيك بنعد الحواف وتقطعوها معاه عادي، يعني ما بتحتاج تكبوه، هي نفس الفطر يعني. بس مجرد انكم تشيلوا هيك تقطعوا المكان اللي بتوسخ بالتراب وتقشروه بالحواف. بقلعي على النار، هلا حطيت شوي من الزيت وبدي اقلي فيه البصلة، حبة بس من البصلة فردتها ناعم، بدي اتركها لحتى تتقلى. رح رش عليه رشة صغيرة من الملح لحتى تساعد البصلة على انه تدبل. بعد ما تبدأ تدبل البصلة، هلا بدي انزل عليها قطع الفطر. بحركه هيك شوي صغيرة واترك الفطر كمان لحتى يدبل. بس يدبل هيك الفطر بيعطي هيك شوي صغيرة من المي. انا صراحة ما عطى عندي كثير، بس اذا عطى عندكم مي بتتركوه لحتى ينشف شوي. لحط عليه البهارات، معلقة بالفلفل الاسود والزعتر الاخضر والفليفلة الحمراء، هاي هي كل البهارات. انا حطيت ملح شوي للبصلة، فانتوا بتدوقوا بتشوفوا اذا محتاجين شوي من الملح. انا مثل ما قلت ما عطى عندي كثير مي، انتوا اذا عطى عندكم بتتركوه هيك شوي لحتى ينشف، او بتحطوا عليه البهارات وبعدين تتركوه لحتى يستوي وينشف تماما. طبعا بيختلف اذا انتوا عم تستخدموا كمان الفطر المعلب او الفطر هيك التازة، بيختلف بكمية المي اللي حيعطيها. لحط عليه هلا شوي كمان من عصير الليمون وبتركه لحتى يستوي تماما. نشف عندي وصغرت الحبة هيك كتير ودبلت، شايفين كيف صار؟ هلا هذا صار عندي جاهز، انا بطفي تحته وبرفعه من على النار. هلا هو لساته ساخن شوي، بدي احط عليه شوي من البقدونس. ما بدي اياه هو يكون على النار يعني، بدي اطفي تحته وبعدين احط عليه البقدونس لحتى ما يتغير لون البقدونس كتير ويصير اسود، بدي اياه هيك يحافظ شوي على خضاره. خلطوا هيك شوي مع بعض. وبس كده بالصحن.
شغلتها كتير بسيطة، ما بتاخد بكر وقت. إذا أنتوا كمان مفرزين الفطر عندكن، فيكن تعملوها هيك بسرعة على الفطور، تعبتها كتير كتير طيبة. طبعا بيضاف عليها هيك زيت الزيتون، بيعطيها طعم ولا أروع. وبتدوقوا أنتوا بتشوفوا إذا محتاجة كمان شوي من الحامض، فيكن تضيفوا عليها كمان شوي صغيرة من عصير الليمون، وهذا حسب الذوق. شغلتها بسيطة وسهلة، ما بتاخد بكر وقت، بتصير للفطور والعشاء. يعني شغلتها أبدا مو صعبة، وطعمتها كتير كتير طيبة. بتمنى انكم تجربوها. إذا عجبكم فيديو اليوم لا تنسوا من اللايك والاشتراك، وحكم نشوفكم بالفيديو الجاي.